Assalamu alaikum. Welcome to a new video of your favorite series Learn Arabic by Movie Clips. Before we start, please don't forget to like, subscribe, share and hit the notification bell to receive about any new video upload. ما هذا الذي تبيعه يا رجل؟ ماذا قلت؟ قلت ما هذا الذي تبيعه؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من جرجان. ما اسم هذا في جرجان؟ هذه في جرجان تسمى شطائر. إذن أبيع شطائر. ولكنني أعرف أن اسمها في بلاد الشام خبز. إذن هي خبز إن شئت. لأنني أريد أن أتأكد قبل أن أشتري إذا كانت خبزاً أم شطائر. دع الرغيف من يدك وانطلق. ماذا قلت؟ قلت دع الرغيف من يدك وانطلق. إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا هو بالشطائر. اضرب عن وجهي ولا حطمت رأسك. ما هذا الذي تبيعه يا رجل؟ 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 ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت ما هذا الذي تبيعه؟ 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 من أي البلاد أنت؟ 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 أنا من جرجان. 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 ما اسم هذا في جرجان؟ 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 هذه في جرجان تسمى شطائر. 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 إذن أبيع 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 شطائر. ولكنني أعرف أن اسمها في بلاد الشام خبز. 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 إذن هي خبز إن شئت. 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 لأنني أريد أن أتأكد قبل أن أشتري. 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 لأنني أريد أن أتأكد قبل أن أشتري إذا كانت خبزاً أم شطائر. إذا كانت خبزاً أم شطائر. إذا كانت خبزاً أم شطائر.
إذا كانت خبزاً أم شطائر؟ إذا كانت خبزاً أم شطائر؟ دع الرغيف من يدك وانطلق. 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 ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت دع الرغيف من يدك وانطلق. 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 إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا هو بالشطائر. إذن هذا رغيف، ما هو بالخبز ولا بالشطائر. إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا بالشطائر. إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا هو بالشطائر. إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا هو بالشطائر. اغرب عن وجهي ولا حطمت رأسك. اغرب عن وجهي وإلا حطمت رأسك. اغرب عن وجهي وإلا حطمت رأسك. اغرب عن وجهي ولا حطمت رأسك. اغرب عن وجهي ولا حطمت رأسك. ما هذا الذي تبيعه يا رجل؟ ماذا قلت؟ قلت ما هذا الذي تبيعه؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من جرجان. ما اسم هذا في جرجان؟ هذه في جرجان تسمى شطائر. إذن أبيع شطائر. ولكنني أعرف أن اسمها في بلاد الشام خبز. إذن هي خبز إن شئت. لأنني أريد أن أتأكد قبل أن أشتري إذا كانت خبزاً أم شطائر. دع الرغيف من يدك وانطلق. ماذا قلت؟ قلت دع الرغيف من يدك وانطلق. إذن هذا رغيف، لا هو بالخبز ولا هو بالشطائر. اغرب عن وجهي ولا حطمت رأسك.